أسعد الله أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من حلقاتنا على المشاهد تي في. في البداية أتوجه بالشكر لكل الداعمين للقناة ولهذا المحتوى التاريخي والثقافي والمعرفي. أخصص هذه الحلقة لحالة الاستثناء وهو حدث كبير في تاريخ المغرب نظرا للتبعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لهذا الحدث الذي وقعه الحسن الثاني. ما هي ملابسات هذا الحادث أو ما هي الظروف التي قادت إلى حالة الاستثناء وما هي درجة الغضب التي امتلكت أو تملكت الملك الحسن الثاني ليقوم بهذا الفعل كفعل سياسي ضد معارضيه وما هي التبعات التي نتجت عن هذا الفعل أو هذا الحدث التاريخي. ابقوا معنا لنستجلي ولنوضح الكثير من الملابسات التي وقعت خلال فترة حالة الاستثناء. يبدو الحسن الثاني مقطب الجبين غاضبا، يضاعب سكينه الذي لم يفارقه في أقوى خطاباته الفائرة، وأمامه بضع ورقات صغيرة متناثرة على مكتبه بميكروفين، واحد على اليمين وواحد على اليسار، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط. في أول خطاب مرتجل يلقيه بعد أيام من الذكرى الخامسة لقيادة البلاد، كان الحسن الثاني غاضبا جدا، وكانت الأحداث التي سبقت ظهور الحسن الثاني بهذا الشكل الذي لم يألفه المغاربة ساخنة أيضا. فلأول مرة بعد استقلال المغرب بعشر سنوات تخرج فئة حساسة من المغاربة عبارة عن التلاميذ إلى شوارع المغرب لتظاهر ضد القرار الوزاري الذي أعلنه بالعباس وزير التربية الوطنية بطرد التلاميذ الذين بلغوا 18 من الثانويات. لقد كانت هذه الأحداث بمثابة إشارة قوية للاهتزازات التي ظل يعاني منها نظام الحسن الثاني منذ اعتلائه العرش سنة 1961. في سنة 64، سنة واحدة قبل الأحداث الساخنة بالدار البيضاء، وصلت حدة المواجهات بين الحسن الثاني وأحزاب المعارضة إلى رذاذ البرلمان الذي تم انتخابه في السنة التي قبلها، حيث تقدمت المعارضة وعلى وجه الخصوص الاتحاد الوطني للقوات الشعبية بملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة التي يقودها آنذاك أحمد بوحنيني. وفي سنة 1963 عاشت البلاد مواجهة سياسية قوية بين القصر وأحزاب المعارضة بعدما قيل أن أجهزة أفقير الأمنية قد اكتشفت مؤامرة قلب نظام الحكم من طرف رفاق الفقيه البصري في الحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وصلت شرارات المواجهة السياسية الساخنة بين الحسن الثاني وخصومه في أحزاب المعارضة إلى المحاكم بعدما انطلقت المحاكمة الشهيرة بمحاكمة عبد المؤمن الديوري ورفاقه في خلية شيخ العرب. في هذه السنوات سمع المغاربة لأول مرة بدار المقري ودرب مولي الشريف والكوربيس وبأسماء سرية لمعتقلات يندى لها الجبين. اقتيد إليها المئات من معارضي الحسن الثاني. وقبل سنوات 61 و63 و64 كان أيضا الحسن الثاني وهو ولي للعهد موضوع مشروع تصفية من طرف المعارضة السياسية المدعومة بأجنحة مسلحة سرية، حيث قيل إن الاستقلالي محمد الغزاوي الذي كان آنذاك مديرا عاما للأمن الوطني قد اكتشف بدوره ما عرف حينها بمؤامرة
اغتيال ولي العهد، أين؟ في غرفة نومه بالقصر الملكي بالرباط. كل شيء جائز. لقد كان على يسار الحسن الثاني الرفاق التائرون، وكان على يمينه تقارير استخباراتية تبين بجلاء حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي كان تمر منها البلاد. بالإضافة إلى ذلك، باختصار، لقد كانت البلاد تغلي على أكثر من مستوى وفي أكثر من جبهة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، لدرجة أن الحسن الثاني نفسه أقر في الخطاب الفائر الذي ألقاه بمناسبة أحداث الدار البيضاء التي جرت أطوارها يوم 23 مارس 1965 أن أوضاع البلاد غير مستقرة مطلقا. لقد خرج أفقير وأخرج معه قوات الجيش لتقصف في مشاهد مؤثرة تلامذة الدار البيضاء الذين انتفضوا في الشوارع ضد قرار الوزير بالعباس، وكانت الحصيلة مئات الضحايا ومجهول المصير. ومع ذلك فقد كان للغضب الملكي وجهة أخرى، حيث لم تسلم منه العائلات الفقيرة وأبناؤها التلاميذ والأساتذة والسياسيون والمنتخبون. لأول مرة يلقي الملك الحسن الثاني خطابا مرتجلا منذ أن أصبح ملكا في رد صحيح على خصومه في أحزاب المعارضة بخصوص كل ما جرى من أحداث ساخنة خلال الأربع سنوات التي قضاها في قيادة البلاد. كانت النتيجة الأحداث التي عرفتها الدار البيضاء يوم 23 مارس 1965، عشرات الضحايا كما جاء على لسان الحسن الثاني في نفس الخطاب. لم يتم الكشف إلا عن 5 منهم في تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، وكان من نتائج المواجهات العنانية والسرية بين الحسن الثاني وأحزاب المعارضة لمدة 10 سنوات منذ استقلال البداية، بداية مرحلة لم تكن أقل حساسية من التي سبقتها، حيث تحولت فيها كل السلطات التشريعية والتنظيمية والقانونية والسياسية إلى يد الملك الحسن الثاني كحاكم مطلق ليدير كل شؤون البلاد الداخلية والخارجية بنفسه وبشكل مباشر. لقد صاد الاعتقاد في محيط الملك الراحل بأن الحل يكمن في الإعلان عن حالة الاستثناء بدل الانتباه إلى العشرات من مطالب أحزاب المعارضة التي كانت قد وضعت تصوراتها لإخراج البلاد من حالة لا استقرار بالديوان الملكي. لأن الأمور انقلبت رأسا على عقب، فقد سبقت أحداث الدار البيضاء التي تسببت فيها مذكرة وزارية غير مدروسة في أجواء اقتصادية في أوضاع اجتماعية واقتصادية وسياسية خانقة، عشرات الأحداث الاجتماعية التي لم تكن تبشر بخير. الحسن الثاني بنفسه اعترف في خطابات عديدة قبل حالة الاستثناء أن طابور المستائين والعاطلين واليائسين والفقراء في تزايد، وقد ارتفع عددهم بشكل كبير في نفس السنة التي انتفض فيها تلامذة البيضاء، وهي السنة أيضا التي طرد فيها 900 عامل من معمل السكر. وقد ازداد الطين بلة بعدما حصرت الحكومة عدد العمال الذين تم طردهم خلال سنتين فقط من مختلف المصانع والمعامل في 10,000. لقد كانت هذه الأحداث إشارة قوية على مستوى الاختناق الاقتصادي، وهو الوجه الآخر لاختناق سياسي كان يتمثل أساسا في إصرار الحسن الثاني على إخراج حكومات من أقليات برلمانية مزورة ثانية تارة يتزعمها الراحل محمد الخامس، مثل ما جرى في حكومات التي كان يقودها محمد الخامس، وتارات عديدة يترأسها الحسن الثاني رفقة الصقور، مثل رضا قديرة الذي تحول إلى كبير المستشارين للحسن الثاني وزعيم جبهة الفديك، والتي حصلت
على عدد كبير من المقاعد في البرلمان الذي كان يترأسه عبد الكريم الخطيب قبل أن يقرر الحسن الثاني حله يوم 7 يونيو 1965. لقد نزل الحسن الثاني على عبد الهادي بوطالب الذي كان يشغل منصب وزير العهد في الحكومة التي يترأسها الملك الراحل إلى المنتجع المفضل للحسن الثاني بإفران، وذلك لكي يستشيره بخصوص قرار حالة الاستثناء. وكان عبد الهادي بوطالب وزيرا آنذاك، لكنه كان من المقربين جدا للحسن الثاني، ولذلك لم يخفي عنه رأيه الخاص باستبعاد هذا الحل الذي اعتبره سيفقد المغرب هويته وسيدخله إلى عهد الدكتاتورية والاستبداد. لكن الحسن الثاني كان قد اتخذ القرار، وكان يبدو أنه يبحث عن من يشاطره الرأي فقط، ولذلك فقد أمر عبد الهادي بوطالب لكي يكتب مشروع الخطاب الذي يحل بموجبه البرلمان. فكان أن حرر عبد الهادي بوطالب مشروع الخطاب، والذي حينما قرأه الحسن الثاني لم يغير فيه حرفا واحدا، فأصبح صاحب الخطاب مقتنعا بحالة الاستثناء بعدما كان يحاول إقناع الحسن الثاني بالعدول عن قرار حالة الاستثناء بإجراء انتخابات سابقة لأوانها كما يوضح في مذكراته المنشورة. لقد ساد الاعتقاد أن حالة الاستثناء قد تخرج البلاد من الأزمة السياسية التي كانت تتخبط فيها منذ الاستقلال، واعتقد الحسن الثاني أن حل البرلمان وتجميع كل السلطة التشريعية والتنظيمية بين يديه سيدفعه إلى تطبيق برنامجه الاقتصادي والاجتماعي كما قال في خطاب حالة الاستثناء. لكن العكس ما وقع تماما. لقد حل الملك البرلمان يوم 7 يونيو 1965، وفي اليوم الموالي 8 يونيو 1965 شكل الحكومة الثامنة في تاريخ المغرب التي قادها بنفسه، ثم صار ينتقل بين هذه الوزارة وتلك للوقوف بنفسه على تطورات قراراته، ليقتنع خصومه بجدوى القرار التي اتخذه بإدخال البلاد إلى حالة الاستثناء التي طالت كثيرا. لكن الرياح لا تأتي بما لا تشتهي السفن، الأمور لن تسير إلا في الاتجاه المعاكس، حيث انفجرت الأزمة السياسية في انقلابين عسكريين ودخول البلاد في متاهات أو في متاهة سنوات الرصاص المظلمة. وما تبقى حكاية تعرفونها بلا شك. إلى هنا أتي إلى نهاية هذه الحلقة من حلقاتنا في تاريخ المغرب. كان معكم عبد الله، وإلى لقاءة متجددة بحول الله كل المنى. لا تنسوا دعمنا في هذا المحتوى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.